بموضوع الحجامة، الله سبحانه وتعالى يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بشري إلا الحجامة فإنها إلهية. وعن رسول الله هناك حديث أيضا يسمى حديث الملائكة صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة فإنها شفاء من كل داء. وقت اللي نحن منبلش نشيل الدم من العروق الرفيعة، هذا الضغط ببلش ينزل، بيقوم الجسم بيعمل دغري حارة ريجلاج، يعني بيعدل. من ضمن التعديلات أنه يعصر الكبد ويعصر الطحال ليزيد دم بقلب الدورة الدموية مشان الشخص ما يغيب عن الوعي، لأنه ضغطه عم ينزل، لازم هذا الضغط يتعدل. طيب هيدول الخزانات اللي فضيوا من الكبد والطحال منين لازم يتعوضوا؟ لازم يتعوضوا من النخاع العظمي بإنتاج دم جديد. وقت اللي بينتج دم جديد بينتج خلايا اسمها خلايا محاربة السرطان، تقدير إلهي. ليش بيصير هيك ما بنعرف. هول الخلايا اللي بيطلعوا من بعد الحجامة بيروحوا وين؟ في خلية سرطانية بيأكلوها. هيدا سر الحجامة. ومن هون عزيزنا كريم بقول لك انا حتى بالتجارب اللي عندي يعني وحتى عند خي الدكتور قاسم، بصراحه عملنا حجامات لاشخاص عندها سرطان وقد شفيت تماما، سبحان الله. انا سويت لشخص بالبحرين كان عنده سرطان بالراس وبحمد الله عز وجل قد شفي، وخي الدكتور قاسم لشخص بالكلى. فهون بنقول لك انه الحجامه أنتي بكتيريال، مضادة للبكتيريا، أنتي فيرال، أنتي ميكوتيك، بتشيل أمراض الروماتيزم، بتشيل أمراض المناعة الذاتية. ليش؟ لأنه عم يطلع عنا خلايا مناعية خاصة من بعد الحجامة. هيدي في إلها سر، ليش بتطلع، كيف بتطلع، شو السر إنها من بعد الحجامة بتطلع، سبحان الله.